طيب نستخدم بقى الجروب جنريت وجروب بروباجيت علشان نعمل بي ادرز، هي اسرع ادرز ممكن تتعمل، اسمها البارل بريفكس ادرز. هنشوف نوعين من البارل بريفكس ادرز، الكوك ستون ادرز كي اس ادرز والبرنت كونج ادرز. كل واحده فيهم ليها ادفانتج عن الثانيه هنشوفها، والاثنين السكيلينج بتاع الديلي فيهم احسن بكتير من اي ادر شفناه قبل كده، لكن في نفس الوقت الاريا بتاعتهم افظع بكتير من اي ادر شفناها، واللاي اوتس بتاعتهم تشالنجنج جدا. يعني هنشوف ليه. بس هو مبدئيا بس عايزين نتفق على حاجه، انه الادر هتعتبر خلصانه لما اقدر احسب كل الجروب جنريتس وكل جروب بروباجيتس. يعني لو انا عندي 7 بت ادر، لو انا قادر احسب جي 0 لاكس لكل اكس من 1 لغايه 6، يبقى انا كده خلصت الادر. ليه؟ لاني لو قدرت احسب جي 0 اكس وبي 0 اكس لكل بت بوزيشن في الادر، يبقى انا اقدر احسب الكاري اوت بتاع كل بت بوزيشن في الادر، لانه كاري 3 مثلا بيساوي جي نوت 3 بلس كاري ان بي نوت 3. ف من الكاري ان اقدر احسب سي 3 لو انا عندي جروب جنريت وجروب بروباجيت بتاعته. فانا لو حسبت جي 0 الاكس وبي 0 الاكس لكل البيت بوزيشنز، يبقى انا خلاص كل المعلومات عن الادر عندي، عندي كل الكاري اوتس، وبالتالي عندي كل السمز، وبالتالي الادر خلصت خلاص. طيب هنشوف الاول الكوكستون ادرز. هنا عندي 4 بت كوكستون ادر وجنبها 8 بت كوكستون ادر. اللي موجود تحت هنا هو الانبوتس بتاعه الادر، اللي هي الجيز والبيز بتاعه كل بت بوزيشن، اللي هم بيبقوا جاهزين عن تايم ايكوال 0 او تايم ايكوال تي جي بي، لو انت يفرق معاك يعني السيت اب ديلي اللي في الاول ده. كل سيركل سودا هنا معناها دوت اوبريتور. ولو بصينا هنا مثلا على اول دوت هنا، فهي واخده الانبوتس 0 و 1، عملت لهم دوت فحسبت لي رينج 0 تو 1. الدوت دي واخده 1 مع 2 فحسبت لي رينج 1 تو 2. الدوت دي واخده 2 مع 3 حسبت لي رينج 2 تو 3. هنا انا اقدر بقى اقول ان انا خلاص حسبت سي 1 لاني عندي رينج 0 تو 1، بس مش قادر احسب سي 2 ولا سي 3 لاني ما عنديش رينج من 0 ل 2، عندي رينج من 1 ل 2، وما عنديش رينج من 0 ل 3، عندي رينج من 2 ل 3. حطيت دوت تاني هنا، والدوت دي اخدت 0 مع رينج 1 تو 2، فعملت لي دوت ل 0 مع رينج 1 تو 2، فاديت لي رينج 0 تو 2، حسبت سي 2. هنا اخدت رينج 2 تو 3 مع رينج 0 تو 1، عملت لهم دوت، فبقى عندي 0 تو 1 دوت 2 تو 3، اداني 0 تو 3 اللي منه هحسب سي 3، فتبقى ال 4 بت ادر خلصت. سيميلرلي هنا عندي 8 بت ادر، فاول ستيب هجمع كل 2 بتس مع بعض، هيبقى عندي 0 تو 1 1 تو 2 2 تو 3 وهكذا. هنا اقدر اقول ان انا خلصت سي 1. في تاني ستيب هسكيب 1 وهجمع بان انا سكيب 1 بالمنظر ده، وهبقى هنا اخدت الانبوت ده مع الانبوت ده، وهنا مثلا ابقى اخدت ده مع ده، فابقى اخد الاوتبوت بتاع البلوك اللي قبلي، فهلاقي نفسي حسبت رينج 0 تو 2 و 0 تو 3 و 1 تو 4 و 2 تو 5 و 3 تو 6 و 4 تو 7، يعني حسبت سي 2 و سي 3 في الستاب دي. انما لسه الادر ما خلصتش لان دي 8 بت ادر، فاخر كاري فيها يبقى 7، فمحتاج رينج 0 تو 7 عشان اقول على نفسي ان انا خلصت. فهحط ليفل ثالث من الدوت اوبريتورز، ده هنا هيجمع position 0 مع 1 to 4 يديني 0 to 4، ده هيجمع 2 to 5، ده هيجمع 2 to 5 مع من هنا طالع لي 1 to 2، ف 2 to 5 مع 1 to 2 يدوني 0 to 5 اللي هي تديني C5. هنا هجمع 3 to 6 مع 0 to 3 مع 0 to 2 اللي هيديني 0 to 6 ومنها C6، وهنا هقدر احسب 0 to 7 اللي منها C7. تاخد بالك ان انا عندي هنا 4 بتس، عندي 2 levels of dot operators. هنا عندي 8 bits، فكان عندي 3 levels of 4 of dot operators.
فبالتالي هتلاقي انه الـ number of dot operators اللي بنعدي فيها in series بيزيد بـ order log base 2n، وn هي الـ number of bits. هنا عندي الـ 16 bit Cogstone adder بنفس المنطق برضو، هنا بنسكيب 1 في تاني level، في تالت level بنسكيب 4، في رابع level بنسكيب 8. وبما اني عندي 16 bits فانا محتاج 4 levels، وده اللي بيثبت لي انه الديلي بتاعي هنا order of log base 2n. طبعا الKS adder اللي هي Cogstone adder دي ليها disadvantage، و disadvantage ضخمة واضحة في number of dot operators اللي انا بستخدمهم. الاكسبريشن بتاع number of dot operators موجود هنا اهو، دي كده number of dot operators، وهو ملوش closed form يعني لازم يتكتب كسميشن كده. so definitely definitely اكبر بكتير قوي من ال ripple carry adder مثلا، لان ripple carry adder كان هيبقى فيها number of operators قد بس اللي تحت دول، فيش الروز اللي فوق دي خالص. فهنا عندي مشكلة كبيرة جدا في الاريا، بس عندي مشكلة اكبر الحقيقة في الراوتينج بتاع اللي اوت. يعني لو تتخيل الميتال لايرز اللي محتاجها علشان اعمل راوتينج كارثية، خصوصا هنا فوق، لان فوق لو تاخد بالك اللاين ده مثلا عامل كروس اوفر مع كام لاين في النص، يعني في كده راوتينج ايشو رهيبة موجودة هنا. فالكي اس ادر عندها مشكلة في الاريا وعندها مشكلة في الراوتينج، لكن الديلي بتاعها يعني ممتاز، الديلي سكيلينج بتاعها ممتاز. طيب في هنا حاجة يعني مهمة جدا في الكوكستون ادر. لو رجعنا مسكنا الـ 8 بت ادر اللي هنا دي، وقلنا احنا امتى اعتبرنا ان الـ 8 بت ادر خلصت، احنا اعتبرنا ان الـ 8 بت ادر خلصت لما كان عندي الـ group generates و propagates من 0 لغاية x for all x، علشان اقدر اقول ان انا اقدر احسب الـ carry outs بتاعت كل bit position وبالتالي الـ sum بتاع كل bit position. لكن لو افترضنا ان في situation نظرية كده انا مش interested فيها غير في carry 7، يعني مش عايز غير carry 7، carry 6 و 5 وهكذا مش فارقين معايا، يبقى في اجزاء كبيره من التري دي انا اقدر اشيلها. وهو ده اللي حاصل هنا، انا شلت كل الدوت اوبريتورز اللي هم معمولين دوتد هنا اللي مش داخلين في حساب 0 تو 7، فلقيت نفسي ان التريمد تري اللي هي بتحسب 0 تو 7 بس هي اللي موجوده هنا، دي اللي موجوده هنا بالاسود. النمبر اوف دوت اوبريتورز فيها اقل بكتير، و تقدر تشوف التري دي على فكرة بشكل تاني. الشكل ده هو اللي بيوريني ليه في لوجاريتمك ديلاي هنا، لان هو كل ما في الامر هو ان انا جمعت 0 مع 1 و 2 مع 3 و 4 مع 5 و 6 مع 7، وبعد كده جمعت دول الاثنين مع بعض، دول الاثنين مع بعض وجمعتهم هنا جبت 0 تو 7. فده باينري تري كده، فالباينري تري دي النمبر اوف ليفلز بتاعتها اكيد هتبقى لوج بيس 2 ان، بس الباينري تري دي متزحزحة على الجنب كده عشان تبقى aligned للبيت بوزيشنز المظبوطة. دي مش 8 بت ادر بأي حال من الأحوال، لأنها تقدر تطلع لي carry 7 بس. بس في حاجة غلط هنا، يعني في هنا مش ده مش صح، هي مش عارفة تطلع لي carry 7 بس. هي عارفة تطلع لي carry 7 و carry 1 و carry 3. فهي في الحقيقة كل اللي ناقصها هما، مش كل اللي ناقصها، هي طبعا عارفة تطلع carry node كمان لأن ده موجود، هي اللي ناقصها هو carry 2 ده مش موجود، و carry 4 و carry 5 و carry 6، إنما carry 7 و carry 3 و carry 1 و carry 0 موجودين. فكل اللي بنقوله هنا هو إيه؟ خلاص مش انت ناقصك شوية كاريز كده في النص، هي دي اللي ما اتحسبتش، نرجع نضيف دوت اوبريتورز جديدة، الدوت اوبريتورز دي بتحسبها. يبقى انا كان ناقصني 2، عشان احسب 2 هجمع ده مع G2P2 هيديني هنا C2، كان ناقصني 4 بتاع
عندك 0 to 3 جاهزة مش ناقص غير انك تجمعها مع 4 تديك C4. كان عندك 5 ناقصة، طب انت عندك 0 to 3 و 4 to 5 جمعهم مع بعض هتجيب 5. 6 ناقصة، لما انت حسبت 5 خلاص استخدمها في انك تحسب بيها 6. الادر دي اسمها البراند كونج ادر، وهي يعني ديريفاتيف زي ما احنا شايفين من الكي اس ادر. ليها شوية ادفانتجز وشوية ديسادفانتجز جنب الكي اس ادر. مبدئيا كده الديسادفانتج بتاعتها انه number of stages ما بقاش log base 2n، لان دي الحسبة بتاعت C6 هنا دي زودت لي stage عن log base 2n، فدي اول مشكلة. تاني مشكلة حاجة احنا عمرنا ما كنا فكرنا فيها اللي هي الفان اوت. فان اوت بمعنى كل dot operator في كام dot operator عامل له loading على output بتاعه. لو جيت هنا بصيت على الدوت اوبريتور دي مثلا اللي هي تحسب 0 to 3 هتلاقيها معمول عليها لودنج بالدوت اوبريتور بتاعت 0 to 4 وبالدوت اوبريتور بتاعت 0 to 5 وبالدوت اوبريتور بتاعت 0 to 7، في حين انه لو بصيت على الكي اس ادر بكل مساوئ الراوتنج بتاعتها هتلاقي ان كل دوت اوبريتورز معمول له لودنج بات موست 2 دوت اوبريتورز تانيين. فالفان اوت هنا باتنين، لكن فان اوت في البراند كونج ادر بيوصل لاربعة. الادفانتجز بتاعتها انه النمبر اوف دوت اوبريتورز اقل، وانه الراوتنج بتاعها احسن بكتير من الكي اس ادر. ده هيوضح اكتر لو احنا بصينا على 16 بت بي كي ادر. هنا في ال 16 بت بي كي ادر واضح ان الراوتنج الطف بكتير، عدد الاوبريتورز احسن بكتير، واضح ان النمبر اوف ستيجز زادوا وزادوا 3 ستيجز عن اللي كان موجود في الكي اس ادر. واضح انه هنا الدوت اوبريتور ده عليه 1 2 3 4 فان اوت، فالفان اوت بقى اسوا بكتير. الطريقه اللي بندرايف بيها البراند كونج ادر هي تاني ان احنا بن 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 ريديوس التري للتري اللي بتحسب لنا اخر كاري اوت بس، ما كده بنشوف ايه هي الكاريز اللي نقصانا ونبتدي من الليست سيجنيفيكانت بت للموست سيجنيفيكانت بت نحط دوت اوبريتورز از نيدد علشان نحسب الكاري بوزيشنز اللي كانت نقصانا دي.